قال لي ملوش انجازات، قال لي اعجازات. انجازات يعني. لا اصل انت لما تكسب افريقيا 12 مره لا مش وكاس عالم تشارك لا مش بس 12 مره، مرات بصراحه الاهلي عامل ريكورد في حاجات بعيد عن 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 عن, عن, عن الكلام اللي بنتكلم فيه. الاهلي عنده نجاح في اخر 10 سنين غير مسبوق حتى في تاريخ الاهلي نفسه. يعني حتى الاهلي نفسه كنادي نكسب 4 دوري ابطال افريقيا اخر 6 7 سنين. لا اخر 5 سنين وصل اذا يعني دلوقتي انت بتحسب كسبان 4. ايه ده هو انت دلوقتي بتحسب بالعدد؟ انا بتكلمك في اخر 5 سنين كسبان 4 وصل 5 فاينل كسبان 4 منهم. يعني 7 من 8 سنين. طب كويس. يعني انت بتقيم النجاح بعدد البطولات. ده بقول اللي عمله الاهلي. ما انا ماشي بتقيم النجاح بعدد البطولات، مفيش خلاف على ان النادي الاهلي عامل انجازات عظيمه. يبقى لو انت بتقيم بالبطولات يبقى فعلا حقه نادي الزمالك يرجع يقول لك الاكثر تتويجا في القرن المدى البطولات. انت النهارده بتفتخر بما حقق الاهلي من بطولات، مش النهارده بما توصل فيه لنهايه. النهارده بتحسب بطولات للنادي الاهلي عدد بطولات. لا اصل انت مش عشان ثلاثه النهارده هسكت. لا انا معاك. بص لا لو معايا بيه مش هتقدر عليا. لا انا راجل في النص. ده الراجل سويسرا محايد. سويسرا. بس انا هقول لك على حاجه. هو انا قصدي هو الزمالك اكثر تتويجا بس قال له نادي القرن مفيش خلاف بالرولز اللي اتعملت. مش بالرولز. لا مش بالرولز. لا مش بالرولز. نزج بواحد في مكانه وقيمه وقدر مصطفى مراد فهمي يا فندم. هو اللي قال حضرتك، هو حضرتك اللي قال على المنصه كده بتسجيل صوتي ليه. فين هو اللي قال في انتخابات النادي الاهلي؟ في انتخابات النادي الاهلي والروايه على لحظه بس. لا يا فندم لا لحظه. صحفي كبير ودائما عندما نتحدث بقول لك الدكتور كمال درويش في حوار مسجل معانا قال لك ان هو على المنصه في الانتخابات قال لهم ازاي انا ما تنتخبونيش وانا جاي مهديكم نادي القرن. البينه على مين؟ البينه دايما على مين؟ على من ادعى. على من ادعى؟ من الذي ادعى ان مصطفى مراد فهمي قال كده؟ الدكتور كمال. قال لا الدكتور قاله في تسجيل صوتي. طب يا فندم مسجل على النادي الاهلي. طب وماله؟ يعني هو الدكتور كمال دكتور الكبيره دي مش هيقول حاجه الا لو سمحها. لا معلش سمحها. يعني كان في الانتخابات الاهلي. لا انتخابات الاهلي كانت بتذاع يا فندم. اكيد سمحها الدكتور. يعني كل الناس سمعتها ومفترض ومسجلها فين؟ طب هات لي التسجيل. انا بقول لك الدكتور كمال. انت محمد خد بالك بتتكلم في من 2000 وكام؟ 2018. لا مظبوط 2014. حاجة ما قد تكون واقعة صحيحة يا باشا. وحضرتك عندك معلومة العكس. يا باشا انا اقول لا لان انا الدليل عندي ان مفيش تسجيل اللي هو انا بقول لك الدكتور يعني. وانا هل لو في تسجيل ما كانش ظهر حد دلوقتي؟ اصف الدكتور كمال درويش. كمال درويش راجل محترم. انا بقولش لا لان الدكتور كمال ليس من الناس كثير الكلام. بس لحظه واحده بيتكلم هذا كلام. سيبك بقى من القرن. مش هذا طعن في امانه شخص محترم. ده حياز بليغ. خلينا نتكلم بقى بجد بعيد عن الحكايه. لا لحظه بس يا بليغ. نتكلم على طب بعد اذنك. بعد اذنك بس محمد. لا وده يعني لحظه واحده. خلينا نكمل وجهه نظر كبير برضو وطعن وتشكيل. لا لحظه واحده. هو في اخطاء وفي مجاملات حصلت في اللائحه. في حصلت. لا ما كانش في مجاملات. لا مجامله لا انت ما كنتش موجود. لا انا راجل كنت صحفي. كان مجامله صريحه. انا راجل صحفي الاهرام من سنه 90. انت راجل دلوقتي بتتكلم على الانجازات. فانت بتقول انا بحسب بطولات النادي الاهلي. فبطولات الاهلي كانت اقل من الزمالك. انت فتحت نقطه مهمه فواجب ان احنا نوضح. سيبك بقى من النادي. طب بس انا هقول حاجه نقطه معينه. نختلف ونتفق. بص بس انا طب هقول نقطه وحضرتك اتكلم. بس طب انا عاوز اقول نقطه. نتفق ونختلف عن موضوع نادي القرن. ده موضوع نقول انت شايف انه الرولز ما كانتش منطقيه. واحد تاني شايفها منطقيه. واحد هيقول لك ده شغاله لغايه دلوقتي. واحد يقول طب ما اشتكتش ليه وقتها. واحد تاني تالت هيقول لك كل واحد دي وجهات نظر صح. طب اقول لك لكن انا لا يمكن ادعي على بليغ انه قال شيئا فيها طعن في امانته لان هو كان سكرتير عام الاتحاد الافريقي. فهذا طعن في امانته لما يطلع الدكتور كمال. مع كل تقدير الدكتور كمال، على فكره الدكتور كمال ده راجل استاذنا وصديق. انا اعرفه من قبلك دكتور كمال. انا اعرفه من سنه 90 على فكره. مش شخصيا يعرف. لا يعرفنا كاز محمد. لا اصلا انا اعرف على راجل قيمه. انا اعرف مكان. يعني انا هيتكلم في حاجه لا لو واثق فيها. لا انا اعرف مكان. وهو مطلع وعلاقاته بالاهل وعلاقاته بالزمالك. مش هيتكلم في حاجه الدكتور كمال ده الا لو حصلت. كاز محمد برضه يعني النهارده ناسي يا استاذ محمد. معلش اكتر من يعني انا اعرف مكانه كمال درويش كويس. تمام صح كده. لكن هذا طعن في امانه شخص محترم اسمه اسامه مراد فهمي. يعني هو بيقول لك هو من قال. هو من قال يا فندم لم يقل. لا هو نص. انا بقول لك ما قالش. انت بتقول ايه يا استاذ محمد؟ وانا كان الحوار المسجل معايا مع الدكتور كمال يا استاذ محمد ومنشور في المصري يوم حضرتك منشور دلوقتي. من يرى غير كده يرفع قضيه على الدكتور كمال درويش. يا بليغ ده بليغ. الدكتور قال تحققوا انتوا منه. هذا غير صحيح. ارفع قضيه على الدكتور كمال درويش. هذا غير صحيح. لا انا يعني هو انا بقول لك كلام مش صح وتسجله على صوتي. قول لي الحقيقه. الحقيقه ان يخرج تسجيل لمصطفى مراد فهمي. طيب قال هذا الجمله. هو نفى. السؤال بس. السؤال بس يا استاذ بليغ. استنى بس يا استاذ بليغ. السؤال بس بعد اذن.
راجل عايش في فرنسا. يا بص بص بعد الكلام بعد وفاة ابنه الله يرحمه يا رب ابنه الله يرحمه عمرو مصطفى الله يرحمه يا رب تعب جاله كانسر ومشاكل الراجل بعيد عن كل حاجه وعايش في فرنسا فهو ربما يكون مش دران باللي بيحصل هنا ربما يعني بعيد عن الوصل يعني كتني كل التواصل في التواصل يا سيدي الراجل وموضوعه مصار وكل الناس الراجل يعني خلاص يعني هو الراجل حتى انت بتبرر ان هو ما ردش ليه لا قفل ببرر طبعا لان البناء على من ادعي بليغه دي كمان فيها كلام انا بقول لك يا استاذ محمد في اهم من كده هو النهارده يبقى راجل قايل الكلام ده في انتخابات 22 ولا 18 والى الان يعني ما ظهرش الفيديو ده الى الان ما ظهرش بصوته بتتكلم في 6 7 سنين او 8 سنين فاتوا ان الراجل لو هو يعني مصطفى فهم تمام لو طلع بصوته وقال انا اديتكم هل الكلام ده من بقالنا 8 سنين 7 سنين الموضوع يزلزل ده كانت ما يطلعش الفيديو الى الان ويجي الدكتور وانا اسف مع احترامي مع احترامي للدكتور كمال درويش انت بتتكلم عن شخص لا راجل محترم جدا طبعا لكن انا بالنسبه لي ده رئيس نادي الزمالك السابق فيقول زي ما يقول هو مش راجل وسطي يعني في الوسط يعني هو مش راجل محايد يعني ده راجل رئيس نادي الزمالك السابق وكان في عهده وكان في عهده بالظبط كده حاجه اول مره يتكلم الدكتور كمال درويش من سنوات طويله وماله اول واحد فتح معاك الحوار معانا طب يا سيدي وماله وهذا الراجل اثق فيه وفي ناس من النادي الاهلي برضك تكلمت معايا بس انا مش عاوز اذكر اسماء ان هو ذكرت في الانتخابات ليه اتقال انه في الانتخابات قالها في الانتخابات في الجدول الانتخابيه مين اللي قالها قال ان انا كنت انا كنت انا بقول لك ما قالش يعني يا استاذ محمد هو على مدار التاريخ انا لما اقول على مجامله في اللائحه دي انا لما اقول ما قالش لا اصل ما كانتش مجامله لان انا بريق قلت القصه بص أنا كنت عايشها انا اقول لك واتعملت في تونس سنه 94 في نشره كاس الامم الافريقيه وقتها كان الاهلي 7 بطولات والزمالك 4 بس مش 9 ولما اتعملت الاهلي كان الاول بالنقاط والزمالك كان السادس وبعدين الاهلي ابتعد عن بطولات افريقيا والزمالك كمل فبقى الثاني خد نقاط اكتر الاهلي كان 36 نقطه 94 ب 40 4 نقط الزمالك كان 16 بقى 36 لحظه يا فندم بس وده موجود على فكره في النشره الرسميه بتاعت كاس الامم الافريقيه اللي صادره في تونس وهتلاقيها في اتحاد الكره التونسي وانا بعت اجيبها كاس الامم اللي في تونس عاوز النسخه دي ان هي ما كانتش بالبطولات الاول كانت بالبطولات ما كانتش بالنقاط ما تخلينيش بقى اخبط راسي في الحيطه براحتك ده انا كاتب مرحله ده احنا كاتبين في اهرام الجمعه سنه 94 في شهر يناير في اهرام الجمعه 94 ما كنتش انت اشتغلت في الصحافه لحظه واحده بس والنبي بعد اذنك في اهرام الجمعه لو تفتكر 7 ايام رياضه كنا بنعملها زمان مع الاستاذ المرحوم ابراهيم حجازي فاكر استاذ ابراهيم حجازي 7 ايام رياضه اللي لا ما كنتش اشتغلت فما مش فاكره زي ما حضرتك قلت اي حاجه ما اشتغلتهاش قبل حضرتك انا كنت في 94 انا ما كنتش انا كنت في 94 انا كنت انا شاهد عيان يعني ما كنتش قبل يا بريك انا بكلمك انا بقول لك كان هو ماسك الملف انا كنت شاهد عيان اقصد مش وانت لو اشتغلت سنه 2020 حتى ده تقليل منك وده تقليل منك لا انا بقول لك بس يعني حاجات ما حضرتهاش ولا فما اعرفش سنه 1900 وده ده محسن من احسن واحد ولا اللي اشتغل 2000 معناه انه اقل واحد مش كده ما اقصدش لكن انا كنت شاهد ماسك الملف انا كنت في اهرام الجمعه بشتغل ونشرنا وقتها كان عنوان حتى كده الاتحاد الافريقي يضع نظاما لاختيار افضل الانديه وشرحنا لانه كان نازل وقتها في نشره البطوله لبنات انا فاكر وخدنا الطريقه والشرح ومين الاول دلوقتي ومين الثاني كان كتوكو الثاني وكان مين الثالث والرابع طب انا ممكن اقول رايي بس في الموضوع ده لكن طب انا ممكن اقول رايي بس عشان انا وقتها أنا الاهلي اقصد ما كانش محتاج لمجامله لانه كان هو سبع كان هو وقتها 7 بطولات والزمالك 4 هو بص انا اقول لك رايي في الموضوع ده انا اول حاجه بتكلم على وقائع تم ذكرها لما انت دلوقتي بتقول اصل الاهلي بطولات اكتر انا على فكره يبقى بس اديني بس طب انا مش عارف اقول والله هختم على بعض هختم هختم ال 30 ثانيه دول بس عشان وجهه نظر انا مش مختلف مع اراء الناس اللي بتقول ان الزمالك احق بلقب نادي القرن حلو كده انا مش مختلف لان دي في الاخر وجهات نظر انا اختلافي على حاجه واحده بس ان في نظام اتحط انت شايفه ظالم اللي كانت هتجي شايفه مش ظالم ده موضوع تاني في نظام اتحط محدش اعترض عليه هذا النظام طبق انت شايف نظام ظالم بعد 10 سنين حقك يعني انا مش هقول لك لا الاكثر تتويجا ما هو منطق برضو ما تقول الاكثر تتويجا يبقى صاحب اللقب ما ده منطق يعني مش منطق مش غلط بس في الاخر لما اتحط هذا السيستم كان رئيس النادي الدكتور المستشار جلال ابراهيم وجي بعديه الدكتور كمال درويش ما حدش اعترض ده الدكتور كمال بعد بركه تهنئه للاهلي ده حقيقه وقتها فانا مش قصدي يعني دي وجهه نظر لكن لما اقول ان في فلان قال جملة كذا طعن في امانته بيتبع للاهلي هو الراجل ده قيمة وقامة والله انا لا ارد الا امانة هذا الرجل انا اتكلم ممكن ده طعن يا اما طلع الفيديو صحيح يا اما ما اتكلمش يا اما ما اقولش اتكلم 20 ثانية انت هتتكلم دقيقتين مش 20 ثانية
بس ايه ما طلع انا لما اقول ما قالش حقي ليه ما فيش فيديو صحيح انت تصدقني انا لكن لما انت تقول مش كبليغي او كابتن او اي حد يقول لا قال لازم يثبت بالله لازم لما انا اقول ما قالش حقق انا تصدقني انا لان ما فيش فيديو اتفضل طيب انا اول حاجه من ضمن الناس اللي ارى انه قضيه القرن دي اثارتها كل شويه ارفضها وانا على رايي الشخصي ان هو من اصدر النادي لا يلحق نادي الزمالك يطالب بيه او الاهلي هو من اصدر قرار الاتحاد الافريقي وخلي بالك دي لوائح مش مرتبطه بحق قاري فنادي القرن هو لقب النادي الاهلي لكن انا بتكلم في جزئيه هل من حق نادي الزمالك وفقا للي انت بتتكلم فيه اللي يتكلم ويقول لك دي ارقام حقه هل في وقع الدكتور كمال درويش يشوف ان في ظلم وقع عليه هو واثق فيها عارف لو شاف بس لو شاف في ظلم وقع عليه حقه انا عارف لو قلت لي التتويج من حق التتويج هو اللي ياخد حقك وجهه نظر صحيح بس انا مختلف بس على ان الكابتن المهندس مصطفى مراد فهمي فندم هو اللي ليه حق الرد على الدكتور كمال درويش يا فندم اي حد خلاص ده وجه حاجه لو شايف ان هو الكلام ده ما حصلش هو اللي يرد يا فندم ما تقوليش ما فيش تواصل لا في تواصل معاه في كل حاجه الدكتور كمال لو اتقال حاجه في حقه وانا معاشره كويس هو عارف ان الدكتور كمال علاقته بيها على فكره كويسه جدا وراجل استاذنا انا مش بقول لك مصدر واللي ما كان الراجل الدكتور كمال يا فندم قالها معايا في الحوار وكل ما بيطلع في التلفزيون بياكد عليه هل الدكتور كمال مش واعي بيقول ايه يعني يا استاذ محمد ده استاذنا يعني انا بكلمك على واحد انا اعرف قدره كويس جدا 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 واحنا 10 سنين بس انا الباين على ما ندعي انا بقول يا دكتور كمال حتى لا الموضوع يتاخد في سكك لا داعي لا حضرتك طلع لنا الفيديو هو واثق يا فندم الوحيد اللي يرد عليا وهذا كذب هذا الموضوع ما اقتنعش غير بقى بالشخص تقبل ان حد يتهمك اتهام يرد هو يا فندم ليه مش هيرد ابليه لا يا فندم هو عارف ان هو اتهال الاهلي الراجل بيقول يعني انا راجل بقى له 20 30 سنه عمره ما قال كذا 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 وانا راجل بدير البرنامج ومتاكد انك ما قلتش حضرتك حاجه اقول بليغ يرد لا لحظه بس بعد اذنك سالت بليغ قال لك لا حرصت ترد لكن انا ما ردتش ولا اتكلمت حاجه صوت ممكن اكون انا قلت باشا انتخابات الاهلي دي ممكن اكون قلت انت راجل مدير ممكن اكون قلت يا استاذ محمد الرياضي هل في انتخابات الاهلي مش انت كنت بتغطيها كمصر اليوم اه صح وانتوا ما شاء الله عليكم يعني في التغطيه يعني من اجمد الناس صح كده هل وقت انتخابات الاهلي انتم كصحيفه كبيره وكموقع كبير رصدتوا ده في انا بسالك انت ما بتقول لك كام لكن الانتخابات بيبقى فيها كام ندوه انتخابيه انتوا رصدتوا ده انا انتوا مصر اليوم يا فندم ما في ناس رصدت الدكتور المهني لحظه واحده باحساسكم المهني الكبير وبكفاءتكم المهنيه هل دي جمله لو اتقالت انتوا كمصر اليوم هتفوتوها في وقتها كان في تركيز يمكن على اكتر حاجات في الانتخابات ما تتخذتش بهذا لا 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 كده لا 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 ده لو انتخابات اوباما وبايدن لا ومش هو لوحده يا مش هقدر اقول حاجه ومش المصري اليوم لوحده لا استطيع طب في جريده ثانيه او موقع ثاني رصدها لحظه بس طب في جريده ثانيه يا فندم انا لا بص انت حضرتك انت ضربت مثال بيني انا اقول لك لا تدافع عني الا لما انا اقول لك او لا قد اكون قالها مجامله للناس فانا اثق ان الدكتور كمال درويش بهذا التاريخ الكبير وبيطلع كل دلوقتي في التلفزيون يمكن حد قال له كل التصريحات دي هو مش متاكد من الكلام دكتور كمال ممكن دكتور فمين اللي يرد اللي يرد عليه شخص واحد بس ممكن دكتور كمال حد صديق لي طب حضرتك انت طب ما هو ممكن يرد ما هو ومش صح انت رايح يرزق وموجود في فرنسا ممكن يرد ليه انت تتولى الدفاع عن شخص ما يرد ليه البيان على من ادعى هو يرد ليه هو الراجل قال انت هو كل واحد يتهم واحد يطلع لا مش اي حد لا يا محمد لا تفكرني بواحد يطلع يلقي اتهامات كل يوم في التلفزيون على الناس ومين الدكتور كمال داروش عمره الدكتور كمال طلع اتهم حد ولا ادعى بالوضع على حد لا انا بقول لك اهو انا عشان عارف كمال داروش كويس انا عشان عارف كويس في شخص انا في شخص انا المسؤول شبانة يتكلم في موضوع انا عارفه مش هيقدر بس انا عارف كلمه الا لو عشان عارف منها. دكتور كمال كويس ربما هناك شخص قال له معلومه غير دقيقه يا فندم لكن هل انت رصدت ليه شهر فيديو ليه شهر طب انت استاذ كمال دروي الدكتور كمال درويش ليه شهر انت رصدت مصر على تصريحه طب انت المصري اليوم رصدت هذا انا مش يا فندم انا لا غير المصري وغير المصري الواقعه مش متذكره في هذا الكلام محمد دول حاجه لا غير المصري اليوم هو دي محتاجه المصري اليوم الواقعه مش متذكره لكن انا اثق اثنين وغير لا وغير المصري اليوم اثنين اتكلموا في هذا الموضوع الدكتور كمال درويش والراجل اللي هو قال لك ان هو قال في الانتخابات هما الاثنين بس اللي لهم حق الرد لا انت تدافع وتقول ان هو لا انا لا انا 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 دافع انا دافع بالعكس يمكن هو يقول ده انا كلامي يبقى مصدق لان انا راجل اهلاوي دافع طبعا مش حاجه اهلاوي زي ما كان في الواقع هو ما كانش في الاهلي حضر الواقع هو الراجل كان موجود لا 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 انا مش معاك انا في الحته دي طالما الدليل ما ظهرش كلنا انا راجل دافع طبعا وانت لو واحد طلع اتهمك اتهام ومعهوش دليل انا هدافع عنك من غير ما ارجع لك بسم الله يا فندم لا يا فندم انا قلت لا يا باشا انا قلت هو الراجل
يتنبه في الوقت ده ان هو واقف في النادي الاهلي. ولو ما وصلش للاتهام منها ده مش اتهام. ولو لا ما ده اتهام. لا لا قال اسمه اتهام. قال كلام. لا لا ده اتهام. لو ما وصلش لمصطفى مراد فاهم اتهام. انا بقول لك انا مسؤول ان هو قال بص سيبوني عشان انا كسبتكم انا اتصاب بالظبط. ده كلام ده كلام ده على لسان الدكتور كمال درويش. طب انت تصدق ده يتقال هل مصطفى مراد فاهم اللي انت عارفه بقى سيبك من الواقع يعني انت عارف شخصيه مراد فاهم ولا لا؟ مصطفى مراد فاهم انت عارفه؟ تمام عارف شخصيته كويس عارفه هل مصطفى مراد فاهم يقول جمله زي يا فندم لو قال الراجل في انتخابات وبيتكلم بحسن لا انا ليه كان له دور وعملت وكده استحاله الكلام ده وانا الكلام ده تعرف الدكتور كمال درويش كده قلت لك طب استنى بس وانت تعرف الدكتور انا اسالك سؤال بالعكس بقى انت تعرف الدكتور كمال درويش تعرف انه ممكن يقول يدعي بالباطل على حد عشان كده قلت لك هتعرف بس رد عليا بقى ما انا عشان كده جاوبت انا جاوبت على يدعي على حد بالباطل ما بيدعيش على حد بالباطل برضه الدكتور كمال درويش هو يثق في كلامه ما انا عشان كده قلت لك لا انا حضرت الواقع ولا كابتن بلال ولا كابتن الدكتور حضر في اثنين طرف فين الواقع في الموضوع لا. هو الراجل وصل له معلومه وشافها وكان مركز اكتر واحد هو ده مش هيتكلم بعد 20 سنه الدكتور كمال درويش بدون بينه يا دكتور كمال ما بيتكلمش بعد 20 سنه دكتور كمال بيتكلم على واقع حصل الانتخابات اللي فاتت دكتور كمال بالظبط احنا على واقع 20 سنه لحظه يا فندم دكتور كمال حضر الندوه ما حضرش الندوه في الاهلي يا استاذ عشان بس مش تصيد كلام على واقعة 20 سنه على واقعة النادي القرن مش على اللي قاله مع كان مش عاجبه التصريف الانتخابات اللي فاتت يقول ان القرار ظالم ماشي يقول انه مش الاهلي ليس احق بنادي القرن ده مقبول كده فاضل 20 سنه على القرن الجديد طب دكتور كمال درويش هات على التليفون انا عشان كده بقول لك لان انا عارف دكتور كمال دكتور كمال انا شوفه صح ولا غلط انا لا ما تطلب الدكتور كمال انا عشان عارف دكتور كمال درويش كويس جدا يا فندم اطلبه بقول لك قد هو يعرف يكون يدافع اكتر واحد عن كلامه احد الناس اللي حد بلغه كده اداله معلومه غير دقيقه وحضرتك يا فندم لا يا فندم انا موجود انا يا فندم لا يا فندم لا يا فندم لما يطلع الفيديو اتكلم اجيبه يطلع الفيديو قدامي كده انا اللي هاجم مصطفى فاهم يعني لو اقسم بالله لو طلع الفيديو انا هانتقد وبصوا حقلي ب 180 درجه استحاله الراجل ده كده باسقاط انا بقول لك اهو الاثنين دلوقتي اتحركوا انا بقول لك رسمي في التليفون اذا ظهر هذا كمال درويش ومصطفى كمال اللي فيهم رد يتكلم اذا ظهر هذا الفيديو اذا ظهر هذا انت بتصدر ليه على حق الدكتور انا بقول لك اهو لا مش حقه هات يا فندم دخله لا يا فندم دخله يا فندم انت بتطبق مبدا بغلوط يا لا البيان على من ادعى طب ما طب ما تسمع بعيد عن الواقع لا يا فندم دي مش وجهه نظر ده اتهام كلمه كريم لا يا فندم مش وجهه نظر انا هطلع اقول برضه طب كريم ممكن دليل يا فندم لا الدليل طلعه لنا انت طلعه انت امانتك المهنات طلعه انت مش هو عندك الكلام ده مش قاله عندك في مصر اليوم مش قاله عندك انا قاله معايا طلع لنا الفيديو معايا تسجيل صوتي طب طلع لنا ومال معاك تسجيل صوتي وانا ما نافتكش وقال في كل الكلام انا ما نافتش المصري عايزين نسمع الصوت بتاع مصطفى فهمي دكتور كمال قال قال حضرتك يا فندم انا مصدقك والله انه قال انا مصدقك بس انا بقول لسيادتك الدكتور كمال لو على المهنيه يظهر الفيديو لحظه لا المهنيه يا استاذ بليغ دكتور كمال هو الراجل في فرنسا اللي يرد على الاثنين لكن انا ولا انت ولا كابتن بلاد من يملك الدفاع عن شخص ما تكلمش لا يا فندم لا يا فندم مش اي حد يتهم اي حد لا مش اي حد لا معلش دكتور كمال مش اي حد مش لا معلش مش اي حد مهما كان مكانته مهما كان المصداقية ولا كان ما يتكلمش كلام انا ما صدقتش مهما كانت مكانته ده برضه مش معلش يا بريغ انا مش رسول يعني مش راجل كبير يا دكتور كمال له مكانته مش رسول يعني تقول اللي لا معلش لحظه انا بقول لك اهو اقسم بالله طب ما تسمع وجهه نظره انت مش عارف تسمع وجهه نظره اظهر الدكتور كمال هذا الفيديو انا هاطالب بسحب اللقب من النادي الاهلي يا كابتن كان الفيديو طلع من 10 سنين يعني اذا طلع مصطفى مراد فهمي قال انا كسبتكم لقب القرن اشتغلت لعبت على افريقيا كلها عشان اديني الاهلي الاهلاويه نفسهم هيقول لك انا ما رسقتش اللقب يا فندم انا بقول سؤال يا استاذ الدكتور كمال درويش يا استاذ بليغ انا مش مسؤول عن كلام الدكتور كمال درويش طيب انا بقول لك هو الراجل قال واحد احنا بنرد عليه مش انا اثق في هذا الشخص اثق في هذا الشخص خد بالك كلمه يا فندم وخد وجهه نظره احنا بنرد على الدكتور كمال مش بنرد عليك انت احنا بنرد على الدكتور كمال انت متخيل يا فندم ما تردش على حد لما يجي له حق الرد الراجل مش موجود يعني لازم لا نرد على الغايب طبعا هو حق الرد نرد على الغايب هو نشر طب وليه تدعي انت حاجه اي بني ادم غايب ده نرد عليه هو يملك البينه ازاي الكلام ما يظهرها يا مين يظهرها احنا بنطالب من فضلك يا دكتور كمال ادي الفيديو للاستاذ بليغ ينزله على الموقع وليه الاستاذ بليغ ما يدي لاي حد هو بليغ ممثل لشخص للدكتور كمال لا انا عندك عشان الحوار كان انا بتكلم زي كده بتكلم في كل القنوات التلفزيونيه بعدين عشان الحوار كان عندك انت اتفرجت بحوار معاه هو قال في هذه الجمله فهو البين على والدكتور كمال كررها في ثلاث اربع برامج تلفزيونيه بعدين بعته لنا دكتور كمال وانا هنشوف وانا هزيه يا استاذ محمد يا استاذ بليغ ندوات الاهلي كلها مسجله
الندوات الانتخابيه. الندوات اتحداك ان كل الندوات الانتخابيه انا بقول لك ما حصلش. احنا كنا موجودين. لو انا راجل برضه تلاقي انا راجل بغطي الكاميرات موجوده والفيديوهات موجوده يا راجل. الفيديوهات ما يا راجل. يا راجل. يعني كل الندوات يعني قاعد قدام عامه يعني عامه الشعب قاعد قدام 3 4000 واحد تمام. انت متخيل ان يقول كده وقاعد قدام 3 4000 واحد في ندوه؟ كابتن الانتخابات ممكن يبقى فيها كيديه انما عمر واحد رمز من الاهلي يجي يقول انا ما ادتنيش ليه؟ لا يا سيدي بص ما عندناش رمز. في رمز من زمان ما عندناش رمز. إذا قال كده فعلا انا مش هقول بقى استحالة. بص انا معلش اذا مش عارفين يصور مراد فهمي البيان على ما يدعي اذا كابتن مصطفى رمز كبير اذا الدكتور كمال اظهر هذا الفيديو واداه لنا بعته لنا او بعته للاستاذ بليغ انا هاذيه وهاطالب بسحب. طب ما تسمع وجهه نظر دي نقطه. النقطه الثانيه لحظه لا فاسمع وجهه نظره ليه؟ انا عايز البتاع واحنا نسكت. ده اتهام. انا اعتراضي على حاجه واحده وجهه نظري. انا اعتراضي على اذا حد طعن في امانه خد بالك حد ممكن يقول كمال درويش احسن رئيس نادي في تاريخ الزمالك ممكن حد يقول اسوأ رئيس نادي. طب انا ممكن اطلع ممكن حد قال يقول وقال دي وجهات نظر. لكن اذا حد وانا شبان اهو اذا طعن في امانه الدكتور كمال انا هطلع ارد غيبه الدكتور كمال الا لو الحد ده اثبت بالدليل القاطع بس كده. لا انا ممكن كويس وعارف الدكتور كمال يملك الدليل. انا مش هقول في حاجه زي كده ما ادهولكش يعني ما زعوش ما حطوش الراجل. انا بالنسبه لي انا الكلام اللي قاله على لسانه ويسال عنه هي دي جمله تعدي. هي دي جمله تعدي يسال عليه الدكتور كمال درويش قاله على لسانه الدكتور كمال درويش. لا انا فاهم وانا اثق ان الراجل ده بهذا التاريخ العظيم مش هيقول كلمه الا هو عارف بيقول ايه. طب الندوه دي اللي اتعملت قدام كل العامه دي محدش سمعها غير مصر كلها. يسال عن ذلك صاحب التصريح لانه مش هيقولوا الا وكان متاكد ما حصلش. ما احنا معترضين على صاحب التصريح يا بليغ. معترضين عليك انت. انا قلت لو حصل التصريح ده هطلب صاحب اللقب من الاهلي. طب لو ما حصلش هتطلب صاحب اللقب هيتسحب. انت تعمل ايه؟ لا هطلع حد دور المهني. انا احنا ما عندناش صوت. احنا في الصحافه انا اثق انه احنا في الميديا يا بليغ انت عارف انت بتثق في احنا ليس لدينا راجل لم يجيب عن وجهه نظر. واحدة في واحد في طرف في فرنسا ما جابش. في طرف قال وجهه نظر احنا وبيقول متاكد منها. طرف بتاع فرنسا احنا اكبر من ان هو يرد يا استاذ بليغ. يعني اكبر من والله اكبر راجل بقاله 30 40 سنه في اتحاد افريقيا. بقول لك ايه يا كتب عمره ما يرد على حد. اكبر يرد على انا عارف الستايل ده. انا والله ما يرد على حد. هتعامل بلاش الالفاظ يعني الكبيره دي. ما يردش على مين؟ الدكتور كمال درويش قيمه وقامه وتاريخ كبير. كمال درويش على راسه يرد على يعني ما يردش على مين؟ يا كابتن دكتور كابتن عبد الجليل يعني كلام الدكتور على راسنا بس يبقى الكلام منطقي. كان الدكتور انا اخترت تاريخ هذا الرجل والراجل ده في الاتحاد الافريقي تاريخ طويل. لكن انت بتقولك هيرد على مين؟ لا لو كان الدكتور كمال مش قصدي على الدكتور كمال ويستحق وهذا الموضوع مصر الراي العام من حقه يرد عليه. انا شايف اول مره في حياتي شوف انا عارف دكتور كمال من سنه 90 احنا كام؟ 2024 34 سنه عارف. عمري في حياتي ما شفت الدكتور كمال بيلقي اتهام او بيتكلم في موضوع بدون دليل. اول مره في حياتي. هذا الرجل من 93 يملك. ما انا عشان كده بقول لك هو من فضلك هو جايز عشان اللقب كان في عهده فجاي لا بالعكس محتاج ان هو يدافع يعني. لا لا هو راجل يبدي رأي. بص يا عروس صلى الله عليه. انا اقول لك في موضوع اللقب قال لي الدكتور كمال درويش بص ما فيش حاجه من غير دليل. طب وانت بتتكلم في حاجه عامه لا 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 بتتكلم في حاجه على لا بتتكلم في حاجه على الملأ مش بينه في حاجه بقى لها 20 لما سنه لما اجي اقول قاعد مع الاستاذ محمد او الاستاذ بليغ او ندوة. كابتن قاعدين مع بعض كده الثلاثه وطلع اوكي ممكن اصدقك بنسبه 60 70% انما النهارده لما تقول لي النهارده في نادي النادي الاهلي في ندوه بيحضرها 3 4000 واحد ما فيهاش واحد شاهد وما فيهاش حد بيدلي براي غير واحد فقط فمع احترامي الكامل لشخصه وقدرته وتعليمه ومدى اخلاصه فندم يسأل عن طريق الاهلي بنساله هو هو لازم اللي يجاوب هو اللي يملك الدليل. اكيد هو ما كانش موجود يعني اكيد هو في الدكتور كمال في الندوه ما كانش موجود مليار ما سمعهاش بودانه. عشان كده بقول لك ربما احد الاصدقاء طب انا اقول لك الدكتور كمال ده مش عليه على موضوع نادي القرن نفسه يقول انا بقى اسمعك انا اقول لك الدكتور كمال ده راجل قال لك احنا في الوقت ده دفعنا عن حقنا لكن لم يجد من يستجيب لنا في الاتحاد وماله ادي قفل لكن وماله. لكن هو وجهه نظر لكن ارى ان هو السبعه عمرها ما تكون اكبر من التسعه ده وجهه نظره. بعد كده قال لك لفت الايام واللي قال التصريح ده اللي هو كان بيشغل منصب السكرتير العام قال في ندوه انتخابيه انه حصل 1 2 3 ده تصريح الدكتور كمال درويش. هذا كلام يسال عنه هو الدكتور كمال درويش. طب ما انا بسالكش وانا ما اعرفش انا بكلم على فكره الكاميرا الاصرار ان هو ما يجيش انا بكلمكش لا معلش لا معلش هو قال كلامه خلاص هيجي يقول لي ايه يا اخي عيد الاتهام تاني للراجل افرض كلامه ليه يعني انا خليه يتهم الراجل تاني يعني هو قال خلاص واتهم
انا بقول لك يثبت بالدليل، وانا هجيبه هنا ضيف معزز مكرم يجيب الدليل بس. وانا هعمل معاه حلقه يقول في اللي هو عايزه، وانا نفسي هطالب باعاده الحساب في هذا اللقب وهنجيب الراجل الطيب ده. لكن انا بقول لك، انا لما اقول لك ما قالش مصطفى انا بقى حق ليه؟ ما فيش دليل، ما حدش طلع دليل، يبقى انا كلام انا اللي صح. ويصل كلام الدكتور لو طلع الدليل جمال درويش صدق، لو طلع صح الكلام ده لا يا فندم، لا 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 الاتهام البارح ده انت هتغير نظام الدنيا. مش هغير، لا لا حضرتك انت هتغير نظام الحياه كده، مش نظام. هو يملك، هو يملك الدليل، هو راجل. انا اثق ان هذا الرجل لن يتحدث في شيء الا كان يملك الدليل. الراجل بتقول اعرفه من 34 سنه، هل شهدت على الدكتور كمال درويش؟ عشان كده بقول لك في واقع غير صحيحه. عشان كده بقول لك الدكتور كمال درويش قالها مثلا في حوار مع بليغ، وبعد كده مالهاش، لا ده بيكررها في كل مكان. عشان كده قلت لك الكلام. عشان كده قلت لك ان هناك شخص اكيد بلغه قال له كلام غير صادق، غير صادق اللي هو لو حاجه متاكده. ويا فندم الدكتور بمكانته دي لا يليق ان هو يتهم واحد بمكانه مصطفى فاهم الا بدليل. هو بص الا بدليل، هو اكيد يملك. هو زي يجيب على هذا السؤال لان هو يملك هذا. لا احنا بنقول على الشاشه هو يملك هذا الكلام. من فضلك يا دكتور كمال حضرتك ابعت لنا الدليل، او ابعتوا لاي برنامج اخر، او ابعتوا للاستاذ بليغ. احنا مش خلصنا من موضوع السيديهات ده والدليل. لا 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 بالعكس بالعكس، عشان كلامنا لكن هو يعترض على طريقه اصدار اللقب. حقه دي في وجهات نظر، براحته تمام. يقول النقاد مش بالنقاد بالالقاب، حقك. انا على ممكن اكون متوافق على فكره مع ده، ممكن اكون رافض ده، ممكن اكون متوافق مع النقاد، ممكن اكون رافض النقاد. دي كلها وجهات نظر. انا وجهه نظري، لكن انا رافض الوحيد يا بليغ. انا علمك في هذه الواقعه، انا مش من الناس اللي حب المتجربه بقضيه نادي القرن، وده من حق مين وده من حق مين. انا فاهمك كويس، انا فاهم، انا بحبهاش، انا رافض فقط. لكن هذا الرجل تحدث في موضوع هو يملك واحد طعن في امانه واحد، انت معهوش دليل، انت بتدافع عنه. وانت ما شفتش دليل؟ لا انا ويمكن انت شفت الدليل. شفت الدليل يا استاذ بليغ؟ وانت حضرتك وانت شفت العكس؟ وانت شفت العكس؟ العكس مش موجود. هو من العكس مش موجود يا فندم. هما اتنين اللي اتهموا. العكس يا فندم، هما اتنين اللي اتهموا. لا انا ولا انت. الدكتور كمال يا بليغ ماشي يتهم يا فندم، والسكرتير عام صبر السلام. هما الاتنين يملكوا، مش موجود. هما اللي يملكوا ولا يدافع عن نفسه ولا يدافع. افرض الراجل سكوته يا فندم، هو دلوقتي سكوته يمكن قناع ان هو الكلام قال. هو الكلام ده الدكتور كمال قاله من شهر. الراجل ما حدش قال له ما بلغوش، ممكن هو حس ان الموضوع عادي ما ردش. القانون لك البينه على من ادعى يا فندم. هو حضرتك حد ادعى الذي يتهم هو الذي يثبت. لحظه صح. لحظه، انا بقول فلان اخذ الورقه دي محمد. انا لازم انا اللي اثبت ان فلان اخذ الورقه دي. هو الراجل اعترض ولا قال ان الكلام ده غير صحيح؟ الراجل مش هيرد. احنا انا اعرف بليغ الراجل اكبر من كده خالص. لا لا انا انت ليه مش عايز تفهم يا فندم؟ الراجل والله ما في دماغه الكلام ده يا فندم. في واحد الراجل قال لك اعتكف بعد وفاة درويش، يرد على الكلام الوحيد اللي من حقه ويرد عليه، صح او غلط شخص واحد. لا يا فندم، يعني كل مصر من حقها تعترض على الدكتور كمال ليه؟ لان بين على من ادعى بتقول له لو سمحت اثبت يا فندم. ماشي اهل زمالك وخش بص وزملكاويه قبل الاهلاويه. والله العظيم انا بتكلم في فكره البناء على من ادعى. ما ينفعش مع التقدير للدكتور كمال. احنا مش في محاكمه للدكتور كمال درويش، في شخص واحد يملك. ده طعن في ذمه. هو اللي يملك هو ده طعن في امانه. هو الوحيد اللي ده طعن في امانه. يعني ايه؟ يعني انت بتتكلم هو اللي اعترض، مش حضرتك ولا انا ولا مين. انا اعترض، انا شغلتي انا بتاع ميديا. شخصين يا فندم. يا فندم انا شغلتي. لا 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 ده مش بين شخصين يا بليغ. لا 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 انت بتتكلم في موضوع على الهوا، يعني قدام الناس كلها لراي عام. ده مش بين شخصين. هم اللي يقدروا يردوا عليه. هو ما راحش طعن يعني قال الكلام ده بينه وبينه يا فندم. هو قال الكلام ده على الهوا على الملأ قدامك وفي التلفزيون. لا ازاي الاستاذ شبانه بيقول دلوقتي اقول له الدليل بتاع الدكتور امام طبعا هديك الدليل. رديت قلت له ايه؟ هذا السؤال يجيب عنه شخص واحد. لا 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 دكتور كمال درويش ده مش ده مش يملك الدكتور كمال. دكتور كمال مش هيتكلم حاجه مش متاكد منها. ده مش المنطق، ده مش المنطق ان انت تغتاب واحد على الهواء قدام الملأ. النبي يا كابتن يعني ما برضك ما توجهش انت راجل دلوقتي بتنتقد ان الدكتور كمال درويش قال حاجه، فما تستخدمش الفاظ يغتاب وما يغتابش الكلام ده. كلام كبير عن الدكتور كمال. ما ده اللي حصل. انت لا تملك متقال ولا ما تقالش. يعني ما توجهش حاجه تام لسه ما حصلش. انت بتدافع عن الدكتور كمال. انا بدافع عن حاجه. بتدافع عن الدكتور كمال. لا انا بقول حاجه. لحظه بس. لا انت بتدافع عن الدكتور كمال. يملك هو من يملك. هو من يملك. لا 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 لا. لان انا بقول مين اللي يملك. الكلام اتقال على الهواء. مين يملك؟ لا لا لا. انا بقول انا ما دافعش. انا بقول يملك الدكتور كمال درويش، هو الوحيد اللي يملك حق الرد، فاديله حق الرد. لكن ما تقولش بيغتاب. رد على مين ده؟ هو اللي انا ما صدرتش يا فندم. لا على وجهة نظر انت ما تقولش بيغتاب. دكتور كمال ما تقولش طبعا. يا شباب عشان